اللقاءات النوعية من خلال مضمونها وشعارها بدأت تتكلم على تمثيل الجبهة الداخلية، هذا أيضا التكاملية اللي ما بين جمعيات ومنظمات طلابية وشبانية في نفس الوقت مع السلطات الولائية في تنظيم ملتقى داخل الجامعة، هذه أيضا عندها رمزية كبيرة. تكتل الجمعيات، طبعا كل ما تكتل الجمعيات أولا كل ما توجد مساحات مشتركة بينها، كل جمعية أنشئت عندها أهداف وعندها قانون أساسي يعني اللي يضبطها، لكن بين الجمعيات كلها بما أنها جمعيات جزائرية أنشئت من أجل خدمة المجتمع الجزائري أكيد بينها وبين بعض نقاط مشتركة ونقاط تتقاطع فيها، خاصة في هذا النوع من المراحل. احنا مقبلين على موعد هام، موعد وطني هام، وهو انتخابات المجلس الشعبي الوطني، هذا موعد هام يتطلب أولا تعبئة، يتطلب تحسيس المواطنين بأهمية هذا الموعد، بأهميته لمستقبل البلاد، لمستقبل البناء، لمستقبل البلاد ولمستقبل بناء الجزائر الجديدة من خلال مؤسسة تشريعية جديدة، وهذا الأساس في حل المجلس الشعبي الوطني هو لتجديد المجلس الشعبي الوطني وبعده تجديد المجالس الأخرى، ضخ دماء جديدة خاصة من الشباب ومن الكفاءات، ضخ شباب اللي عندهم كفاءات واللي عندهم مصداقية في هذه المجالس لإعطائها المصداقية اللازمة، لأنه راح يكون عندها دور مستقبلي كبير، خاصة الدستور أعطى أهمية كبيرة للمؤسسات التشريعية وفصل فصل حقيقي بينها كسلطة وما بين السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية. هذا كله يخلينا طبعا اليوم احنا ما تعودناش ممكن على مثل هذه مثل المرحلة، هذه مرحلة نقدر نقول لحظة تاريخية تعيشها الجزائر، يساهم فيها المجتمع المدني اللي رئيس الجمهورية يعطي أهمية كبيرة ويقويه كل يوم من خلال خطاباته ومن خلال الآليات. راح يكون عندنا مرصد وطني للمجتمع المدني ان شاء الله في القريب العاجل، اليوم يناقش على مستوى مجلس الوزراء، ايضا على للشباب هيئات عليا استشارية لدى السيد رئيس الجمهورية. هذا طبعا هذه المكانة للمجتمع المدني خلات طبعا سوء الفهم احيانا من طرف البعض وممكن حتى من طرف بعض الاحزاب السياسية وين تكتلوا جمعيات وطنية. انا تعرفوا كلكم اني مشيت لكل ولاية الوطن من بينها راني في البرج، جيت للبرج من اجل لقاء استشاري، تنظم لقاء استشاري جيت حضرته وسمعت لفعالية المجتمع المدني لمدة 4 ساعات، هذا تشهدوا عليه يعني كصحفيين وكنتوا حاضرين، نفس الشيء قمت به على مستوى كل ولاية الوطن. إذا تكتلوا جمعيات وطنية على مستوى الجزائر العاصمة وجهوا لي دعوة فمن الطبيعي أني نكون حاضر. تم تفسير هذا بأنه محاولة لإنشاء حزب سياسي، نأكد لكم بأنه ليس حزب سياسي، هو تكتل لجمعيات وطنية، لكن إذا هذه الجمعيات على مستوى وطني وعلى مستوى ولايات اللي عندها قادة وعندها نخب شاف المجتمع وشافوا أفراد المجتمع الجزائري من نساء ورجال من أحياء من يعني مجتمع كان شاهد على أنه هذه الأفراد وهذه المواطنين وهذه النخب في المجتمع قدموا خدمات لصالح المجتمع وساهموا في حماية المجتمع من أزمات ومن أوبئة وقدموا له خدمات في أوقات صعبة، شافوا بأنه هذا الناس يملكون المصداقية ويملكون الكفاءة باش يكونوا على مستوى المجتمع الوطني. في الحقيقة واحد ما يعقد أي مواطن جزائري، المواطن الجزائري مهما كان فاعل في المجتمع أو غير فاعل له كل الحقوق في أنه يترشح، هذه مسألة دستورية وهذا مبدأ دستوري أعطى الحق لكل مواطن. إذا من حق أي مواطن كان سواء كان منضوي تحت جمعية ناشط جمعوي أو كان غير ذلك من حقه أنه يتقدم لأي موعد انتخابي سواء كان من الشعب الوطني إن شاء الله قريبا في 12 جوان أو بعدها إن شاء الله في المجالس المحلية إن شاء الله المقبلة. واحد ما يعقد أي مواطن جزائري شاف في نفسه الكفاءة وكان مطلب للمجتمع أنه يكون باش يعطي مصداقية لهذه المجالس وباش يتم فعلا تجديد هذه المجالس.